دعني أجد إلى العلياء في الطلاب، وأبلغ الغاية القصوى من الرتاب. لعل عبلة تضحي وهي راضية على سوادي، وتمحو صورة الغضاب. إذا رأت سائر السادات سائرة تزور شعري بركن البيت في رجاب. يا عبل قوم انظري فعلي ولا تسالي عني الحسود الذي ينبيك بالكذب. إذ أقبلت حدق الفرسان ترمقني، وكل مقدام حرب مال للهراب. فما تركت لهم وجها لمنهزم، ولا طريقا ينجيهم من العطاب. فبادري وانظري طعنا إذا نظرت عين الوليد إليه شاب وهو صبي. خلقت للحرب أحميها إذا بردت، وأسطلي نارها في شدة اللهاب. بصارم حيثما جردته سجدت له جبابرة الأعجام والعرب. وقد طلبت من العلياء منزلة بصارمي لا بأمي لا ولا بأبي. فمن أجاب نجا مما يحاذره، ومن أبى ذاق طعم الحرب والحرب.